هذا يعني زميلتي، هذا استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة غزة في المنطقة الواقعة بين حي الشجاعية والتفاح. يعني الدبابات الإسرائيلية تقوم بإطلاق القذائف باتجاه منازل المواطنين مباشرة في هذه المنطقة، حي الشجاعية وحي التفاح، وأيضا بالتزامن مع أيضا المدفعية تقوم باستهداف الأراضي الزراعية شرق القرارة، شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع. هذا ما ورد إلينا قبل قليل، يعني القذائف المدفعية توصل استهدافها لمنازل المواطنين على طول الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.